من الاستراتيجية التي تحت استراتيجيته الوطنية في مبرز لمناقشة أوجه التآزر لا يسمح بوضع أسس للتعاون. تردنا أن أطيل أترحل الكلمة للسيد عبد La première session avec une pause café. Nous revenons après la deuxième pause session. On y prépare aux travaux de cet atelier d'experts. Sans tarder, je laisse la parole à monsieur. Pour faciliter et organiser tout ce que et contribuer à ces discussions sur l'hydrogène, les eaux, et qui est tellement important pour la sécurité énergétique, on va voir. Quelle heure? Le ministère a occupé plusieurs postes de direction. Messieurs les permettez-moi. هذه الورشه نظمت في اطار الحوار الاستراتيجي الموجود بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، ويهدف الى وضع شراكه في مجال تطوير يعني فيليار جدد بالنسبه للطاقه، والهيدروجين يعد يعني نوفيل فيليار في مجال تطوير وتنويع المزيج الطاقوي للجزائر. هذه الورشة هي ورشة في الحقيقة ورشة تقنية بين الخبراء لدراسة كل الجوانب وكل يعني المحاور الخاصة بهذه الصناعة، صناعة الهيدروجين، بما في ذلك الإطار يعني المؤسساتي والقانوني الذي لابد أن يوضع. هذا من جهة، فيه كذلك حول السوق، يعني حول يعني لا كونفيغوراسيون تاع السوق الهيدروجين مستقبلا كيفاش راح يكون. الجزائر beaucoup d'atouts pour continuer et d'être un partenaire très fiable dans le secteur, mais devenir encore plus un partenaire encore plus important avec l'énergie solaire et la possession géographique près d'un grand marché qui est l'Union européenne. Et des deux côtés, je pense qu'il y a beaucoup maintenant de volonté et engagement pour développer ce qu'il faut pour avancer. Des infrastructures, le savoir et aussi le cadre légal et le financement. Là, du côté de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses déjà en marche. Et j'espère que cette rencontre va voir comment mettre ça en œuvre. والآن يعني يعمل في إطار يعني في إطار اللجنة اللي متكونة من عدة ممثلين القطاعات الوزارية الهامة في تحضير العنصر البشري، وهناك يعني منهج وهناك يعني مادة ستدرس في الجامعة الجزائرية إن شاء الله، مع يعني هي مقترحة من قبل وزارة التعليم العالي، هي اللي يعني هي اللي اقترحت وهي اللي تعمل في هذا الإطار، يعني أنها تدرج شعبة الهيدروجين في الجامعة، وإن شاء الله سنة 2023 السنة الدراسية الجامعية 23-24 يكون هناك يعني هذا المهج إعداد كل القوانين باه نمشي باه ننتج الحاجة، لابد من تأطير هذا يعني هذه الشعبة، وإحنا نعمل في إعداد القوانين لكل تشمل كل مراحل الإنتاج وتوزيع الهيدروجين. كذلك يعني التعاون الدولي هو هام جدا. التعاون الدولي يسمح لنا باكتساب تكنولوجيا، باكتساب مهارات، باكتساب كل ما يعني ما يتطور في المستوى العالمي.